سمحوا لي، الشعوب يتلاعب بها، أنتم أهل فاس، لأنه كان عندكم واحد الراجل سير المدينة ديال فاس. ونقول لكم واحد القضية، أنا والله ما كنت باغي يجي لهنايا، كنت محتاج له في الرباط، ولكن هو بغى يجي يخدم مدينة فاس، ودوز معاكم 5 سنين. ماشي الإخوان ما مشي المال العام، ماشي الحمد لله لم يتابع في شيء. هذا الرجل كان يتحفظ على أن يكلف سائقه أن يوصله إلى الرباط، لأنك ساكن في الرباط، وتيقبض داك الطوموبيل ديالو 6 سنين هو طالع هابط، وأنا كنغوت عليه تنقول له السي إدريس خاصك دير السائق ديك، وهو رافض وكيخاطر بنفسه باش ما يخدمش السائق ديال الجماعة إلا في شؤون ديال الجماعة. كان عندكم، سمحوا لي يا أهل فاس، راه تخافوا من هذا الرجل، أنا نقول لكم عندك تخافوا منه، راه هذا ولي من أولياء الله، تيقوني، وكان رئيس ديالكم، وكنت كنقول أهل فاس خصهم يخرجوا يديروا صلاة الشكر اللي عندهم رئيس بحال السي إدريس، لأنه ماشي غير ولي من أولياء الله، لأنه ولي من أولياء الله، ولأنه رجل ذو كفاءة عالية. وطبعا من اللي جا ماشي بقى تيفكر يجيب لكم لا تور ايفيل بحال اللي دار واحد الصقع، واحد الصقع من الصقوعه، ها ماشي مشى جاب لكم الحداده ديال فاس وقال لك غيدير لا تور ايفيل ديال فاس، ماشي بنا لكم الاقواس ديال الكونتر بلاكي، لا، حرر في المنطقة الصناعية معمل كبير بحال كوطيف. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.